صباح الخير. شلونكم؟ انتو شنو تتريقون الصبح؟ وبعد عافية، وبعد حليب، وبعد عصائر طبيعية. ما نشرب هاي عصائر ام الباكيت، زين؟ وبعد ناكل الفواكه لو لا؟ مو بس الصبح، دائما الفواكه ناكلها قبل الوجبة، يعني اذا الريق قبل الريوق، قبل الغداء، قبل العشاء. ليش؟ حتى تشبعنا وتقوينا ويستفاد منها الجسم، تمام؟ ليش ناكل الفواكه قبل الاكل؟ وتشبعنا عافية ويستفاد منها جسم. عافية يا حلوين. هسا احنا شنو تريق؟ بيض، جبن، حليب، كل مشتقات الالوان.